بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب الحقيقة أوجه رسالة لأولادنا اللي بيحضروا التحضيرات الأخيرة لامتحان اللغة العربية بكرة إن شاء الله الساعة 10 الصبح، وللسادة أولياء أمورهم، وبطمن الجميع الحقيقة إن الوزارة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة يعني أعدت لهذه الامتحانات بشكل غير مسبوق الحقيقة، بتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة طبعا ووزارة التنمية المحلية والقوات المسلحة وأجهزة الدولة جميعها، وأكيد كل السادة المحافظين اللي أحب أشكرهم، ومديري المديريات ومديري الإدارات ورؤساء اللجان، يعني جيش من المصريين الحريصين على الولاد وعلى توفير أفضل بيئة ممكنة نقدر نعمل فيها الامتحانات بهدوء وإن شاء الله بكل أنواع التأمين. فإحنا الحقيقة في الكام يوم اللي فاتوا نقلنا حوالي 100 مليون معدة لها علاقة بالتأمين وبتأمين اللجان وبتعقيمها، سواء كانت كمامات أو جوانتيات أو الأجهزة اللي بتعمل جوانتيات الأحذية أو البوابات ومواد التعقيم اللي فيها اللي هي صالحة تماما ولا تضر بالملابس أو باللي بيعدي فيها طبعا، وتعقيم المدارس وتعقيم قاعات الانتظار وتعقيم المدارس الداخلي للطلاب المتفوقين وتعقيم الأماكن المبيت للسادة رؤساء اللجان والسادة المراقبين والملاحظين. كل ده منظومة كبيرة جدا جدا. نقلنا هذه 100 مليون وحدة ب3 مليون عربية نقل في أنحاء الجمهورية عشان نوفر نفس الخدمة دي في كل قرية وكل ناجع زي أكبر مدينة بالظبط، وده للتعليم العام وللتعليم الفني سواء كان الجزء العملي اللي احنا واخدين بالنا منه أو الجزء التحريري فيما بعد. فبطمن حضراتكم المنظومة دي اكتملت الحمد لله بجهد ضخم جدا جدا، والامتحانات نفسها في مستوى طبعا الطالب المتوسط وقريبة جدا من النماذج الاسترشادية اللي حضراتكم شفتوها، وفي مراجعات احنا حاطينها على الموقع اللي اسمه ثانويه.net. المراجعات دي بتاعت ليلة الامتحان هنكررها في المواد المختلفة على مدار فترة الامتحانات، فياريت الولاد تركز في المذاكرة والتحضير بدون أي قلق مما عدا ذلك، لأن احنا كل الدولة قائمة على توفير هذه البيئة الصالحة لهم بإذن الله، وإن شاء الله كل الأمور دي تعدي على خير. وياريت برضو ما نسمعش للسوشيال ميديا أو شاومينج أو التسريبات، لأنه زي ما بيحصل كل سنة ومش عاوزين ده يتكرر، كل ده إشاعات لا علاقة لها بالحقيقة. المصادر الموثوقة هي مصادر رسمية، موقع الوزارة، موقع رئاسة مجلس الوزراء، عدا هذا فهو إشاعة احنا ما قلناهوش يبقى إشاعة، وبالتالي نركز في ده وما تلتفتوش لأي حاجة تانية خالص. وياريت المسؤولية بقى التأمين دي تكون مسؤولية تضامنية، يعني احنا بنرجو طبعا من السادة أولياء الأمور، احنا عارفين قد ايه انتوا قلقانين على الولاد، ولكن نتمنى لا تصاحبوهم إلى اللجنة أو بعد الامتحان منعا للتجمعات اللي احنا باذلين كل الجهد ده عشان نتفاداها، دي نقطة. وبرضو الولاد وهم منتظرين بعد ما بيعدوا من الكشف الحراري ومن البوابات وبياخدوا الكمامة وكده، ما مفروض في قاعات انتظار في الفناء في الهواء الطلق بمسافات متباعدة، ما نجتمعش في هذه المراحل قبل ما نخش اللجنة الساعة 9:30، فكل ده معمول حسابه. وفي غرف عمليات في الأرض وفي غرف عمليات في الوزارة علشان لو في أي مشكلة طرأت في أي حتة نقدر نتعامل معها أو أي حاجة ناقصة. طبعا التعاون بتاع وزارة الصحة مشكورة، في طبيبة موجودة أو طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة وفي حجرة صحية وعربيات الإسعاف بعد الشر لو حصل أي حاجة. طبعا أنا برجو كمان من الولاد لو حد حاسس إن هو تعبان أو عنده حرارة أو في أي اشتباه في أي شيء لا يغامر بحضور الامتحان، لأنه كده مش بس بيأذي نفسه بيأذي زملائه، فبالتالي ما يخافش من حاجة خالص، لأن احنا هنوفر فرصة تانية في دور تاني لمن يعاني من أي شيء مرضي له علاقة بالوباء المنتشر إنه يحضر الدور الثاني بدرجة كاملة، فما ياخدش المخاطرة دي أبدا، ولو حصل أي حاجة في نص الطريق برضو هنتعامل معها بما يحفظ حقوق الطالب في فرصة متكافئة وعادلة إنه يتم هذه الامتحانات. فكل الأمور الحقيقة مستقرة، و
بحاول اقول للجميع نطمئن ان كل شيء على ما يرام، وبكره ان شاء الله يمشي زي ما كلنا نتوقع واخف بكتير من كل تخوفاتنا. وبس بتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح، وتطمنوا كلكم ان شاء الله بكره لما نشوف الموجود على الارض ونشوف مستوى الامتحان، واطمئنوا ان كلنا ساهرين على خدمتكم، وبنتمنى لكم مستقبل مشرق ان شاء الله، وتصبحوا على كل خير. شكرا جزيلا.